وهذا سائل يسأل يقول: هل تجهر المرأة في صلاتها في بيتها في الصلوات الجهرية؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. تسمع نفسها، تسمع نفسها، يعني تقرأ تسمع نفسها، يعني تسمع نفسها وهي تقرأ. فإذا لم يكن يعني أحد يعني بإزائها، لو رفع صوتها في صلاة الليل قليلا لا بأس إن شاء الله.